مجموعات محسوبة على جماعة الحوثي تنشر خرائط لكابلات الإنترنت الدولية في البحر الأحمر، فهل على العالم أن يقلق من ذلك؟ نعم، إذا ما علمنا أن نحو 20 كابلا بحريا مختلفا يمر عبر مضيق باب المندب. الكابلات البحرية هي مجموعة أسلاك رقيقة جدا ومتشابكة في قاع المحيطات والبحار وتربط بين المحطات الأرضية، تنقل إشارات الاتصالات عبر مساحات شاسعة في زمن قياسي جدا، توضع بطرق مدروسة باستخدام سفن متخصصة وغواصات، وتثبت بعناية للحفاظ على قوة الإشارة. طبعا هذه الكابلات معزولة ومغلفة لمقاومة الظروف البيئية في القاع. تبدأ رحلة البيانات عبر مسارات صغيرة جدا كالخيوط من الألياف على شكل إشارات ضوئية، تطلق البيانات إشارات إلى الطرف الآخر من الكابل بسرعة الضوء عبر الألياف الضوئية في البحار والمحيطات مرورا بالمحطات الأرضية. للكابلات البحرية أهمية كبيرة في عصر الاتصالات الحديثة، إذ يبلغ طول الكابلات البحرية في جميع أنحاء العالم نحو 800,000 كيلومتر، تختصر المسافات والزمن وتصل القارات والدول بفعالية كبيرة، ما يعني نقل البيانات بسرعة فائقة. تنقل المعلومات بمعدل يساوي نحو 150 مليون مكالمة هاتفية عبر الإنترنت في وقت واحد. أكثر من 95% من الاتصالات الدولية تحدث طبعا عن الصوت، والبيانات تنتقل عبر هذه الكابلات تحت الماء.